يشطو حسين الخرسان على ركبتيه ثم ينحني للأمام ويتكئ على ذراعه اليمنى، بينما يلتقط بيده اليسرى ريشة خشبية يخط بها آيات قرآنية، آملا في إنجاز أطول نسخة من القرآن في النجف والعالم. ورغم آلام الرقبة والظهر التي بات يعاني منها بسبب عمله هذا، يخط الخرسان وهو منحني الظهر بتأن وتمهل الآيات القرآنية الواحدة تلو الأخرى، وإلى جانبه عدة بسيطة تتألف من ريشة وكوب أزرق يحتوي على حبر. باليوم الواحد يعني كنت في البداية أشتغل 16 ساعة، بعدين إلى أن وصلت إلى هذا الحد لا كنت أشتغل 5 ساعات أو أقل. بعد الحين أنه عندي مراجعة عند الدكتور يعني بخصوص الآلام يعني. كان من المفترض أن تعرض هذه النسخة من القرآن في إطار فعاليات إعلان النجف عاصمة للثقافة الإسلامية هذا العام، قبل أن يعلن عن تأجيل الحدث الثقافي على خلفية اتهامات لمسؤولين عراقيين في المدينة بالفساد وسوء الإدارة. مدير المدرسة الشيخ علي ميرزا يؤكد أن عمل الخرسان سيعرض في النجف حتى وإن لم تبدأ فعاليات المشروع الثقافي الأكبر. احنا اهل الخط العربي، احنا اخدم الخطوط اللي عندنا، اللي كان انه كتابتنا بدون تنقيط يعني من الكوفة، والخط الكوفي هو معروف. فلذلك عندما نريد ان نطرق باب الخط لم يكن غريبا علينا، وانما نحمل تاريخا ونحمل ممارسين بالدرجة الاولى بهذا النوع من الخط. يذكر أن أصغر قرآن طبع في القاهرة عام 1982 ويملكه حالياً باكستاني.